خلينا نبدأ بالعيد. بما ان احنا لسه خارجين من عيد القيامة، عايزين نعرف شكل العيد بيبقى عامل ازاي. كل سنة وانتم طيبين. انت سألتي سؤال مهم، العيد القيامة كانوا بيحتفلوا بيه ازاي زمان، وهل بيحتفلوا بيه كل سنة زي ما احنا بنحتفل بيه دلوقتي، ولا الوضع كان مختلف؟ الحقيقة بعد طبعا ما السيد المسيح قام من الأموات صعد للسماء، اليهود طرفي بعض منهم ترك الديانة اليهودية وآمن بالمسيحية، فبقوا يحتفلوا، سابوا الأعياد اليهودية وبقوا يحتفلوا بعيد الميلاد والقيامة والصعود. لكن العجيب أو الغريب إن كان في حاجتين مختلفين تماما عن وقتنا الحالي. أول حاجة إن هما كانوا بيحتفلوا بعيد القيامة كل 33 سنة، اللي هو نسبة إلى عمر السيد المسيح على الأرض. كل 33 سنة؟ يعني الواحد يلحقه مرة أو مرتين ماكسيموم يعني وهو عايش. أنا ممكن أعيد مرتين في حياتي. أو مرة، يعني حسب عمر الإنسان فعلا. طب ده نسبة لعمر السيد المسيح. السيد المسيح على الأرض. تاني حاجة، هم كانوا بيشايفين إن السيد المسيح بعد العماد، اللي هو يعني عيد الغطاس، صوم الأربعين يوم على الجبل، فهم كانوا بيصوموا الأربعين المقدسة بعد عيد الغطاس مباشرة نسبة للسيد المسيح، وبيصوموا أسبوع الألام في وقت منفصل تمام في السنة. الكلام ده كان موجود لغاية عهد البابا ديمتريوس الكرام، اللي هو وضع الحساب الأبقطي. ده كان البابا الـ12 من بواطئ إسكندرية، وكان من 188 ل230 أو 260 ميلاديا. في الوقت دوت هو قرر ان هو يحط حساب الأبقطي، وده حدد ميعاد عيد القيامة، وحدد وقت الأصوام، وبكده بدأ ان يحتفل بيه من كل عام من في السنة، يعني مرة كل سنة، وبقى نلحقه كتير بقى، يعني مش بقى زي الأول. الحمد لله ان حصل كده بجد. بالظبط. وكمان ضم أسبوع الآلام لصوم الأربعين المقدسة زي ما احنا متابعين لحتى الآن في الكنيسة، وهو قرر ان عيد القيامة المجيد يبقى الحد التالي لعيد الفصح اليهودي. احنا معانا صور عن الكلام اللي حضرتك بتقوله. دي أيقونة أثرية من القرن الـ19 موجودة في كنيسة أبي سفين الأثرية، هي عبارة عن وجهين رسمها الفنان أناستاسي الرومي، وجه لدفنة السيد المسيح، والوجه الثاني للقيامة ومصور فيه الملاك. طبعا هو شكل القبر هنا مختلف، لكن مصور الملاك قاعد على القبر والمريمات والجنود اللي هم في حالة اندهاش من قيامة السيد المسيح.